كل غزالة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي في الله في قناتي قناة نبيلة إستريلا. في حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله رسائل أنني غادي نقدم لكم البروشيت لاداند كيجي هائل بالتشرميلة ديالي أنا كيجي لذيذ بزاف بزاف بزاف. غادي نحتاج لهذا البروشيت لاداند. أولا قبل كل شيء غادي نحتاج عندي هنايا خديت واحد الكيلو كيف كتلاحظوا معايا، كيلو هنايا ديال الصدورات ديال الدجاج باقي ما قطعتهمش، خديتهم بحال هكا عاد غنقطعهم باش غادي نعملهم بروشيت. ولكن راني غسلتهم وعملت لهم غسلتهم بشويه ديال الملح وكذلك الحامض، غسلتهم مزيان مزيان خليتهم كيستخطروا. دابا عاد غادي نقطعهم ان شاء الله قدامكم. وغادي نحتاج لهاد التتبيله هذه ان شاء الله باذن الله. غادي نحتاج هنايا عندي واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال الهريسه، معلقه صغيره ولا كبيره اللي حبيتو ديال السودانيه او الفلفل الحار. غتكون عندي هنايا معلقه ان شاء الله صغيره ديال التوم بودر، اللي ما عندوش ممكن يستعمل جوج فصوص توم او ثلاثه محكوكين. غنحتاج واحد ملعقه كبيره ديال لاموطاغيط، كذلك غادي نحتاج جوج الملاعق كبار ديال زيت الزيتون، جوج الملاعق كبار ديال الزيت النباتي، واحد المعلقه صغيره ديال الخل الابيض. يعني واللي بغى يعمل هذا يعني الزعفران الاصطناعي ممكن يستعملوا، ما يستعملوا يستغنى عليه. انا غادي نعمل غير واحد الرشه صغيره نص المعلقه. عندي كذلك هنايا واحد المعلقه صغيره ملح. من طبيعه الحال غادي نحتاج معلقه صغيره خرقوم بلدي، معلقه صغيره فلفل احمر حلو يعني التحميره اولا البابريكا. غادي نحتاج كذلك واحد المعلقه صغيره ديال الكمون، كيجي زوين في هذه الشرموله هذه. عندي كذلك واحد راس المعلقه ديال الابزار الاسود، وكذلك نص ليمونه حامضه. ومن طبيعه الحال عندي هنايا غنحتاج واحد المعلقه ولا راس المعلقه صغيره ديال هذا القزبر الحبوب مطحون، وهنايا معلقه صغيره ديال السكنجبير. الا عندكم سكنجبير طري غادي يكون احسن، كيجي هائل في الدجاج. اللي ما عندوش صافي يستغنى عليه، يستعمل السكنجبير اللي كنعملو مع التوابل. غادي نحتاج واحد البصله صغيره اولا نص بصله كبيره اللي غادي نشلضها رقيقه بزاف، وكذلك غادي نحتاج القزبر ومعدنوس يعني القياس ديال واحد ثلاثه الملاعق كبار حتى لاربعه. وهنايا عندي هذه مزيوده حاره، اللي بغى يستعملها ما بغاش يستعملها بلاش، ما غاديش نقطعها نعملها مع لاداند، وانما غادي نعملها في هذوك لي بروشيت اللي غيكونوا عندي انا عندي الحديد. غادي المهم غتلاحظوا معايا اشنو غادي نعمل بها. اولا وقبل كل شيء غادي ناخذ هاد البروشيت لاداند وغادي نقطعهم، وغادي نعاود مره اخرى قدامكم المقادير باش تعرفوا. كيف قلت لكم هنايا عندي كيلو ديال البروشيت لاداند، على بركة الله بسم الله. كيف قلت لكم رانا غسلتو بالملح والحامض وخليته حتى يستقطن، وعاد غادي نقطعهم. غنقطعهم بالحجم اللي بغيت انا، هادشي علاش ما خديتهمش بروشيت، خديتهم صدر ديال الدجاج وعاد بديت كنقطعو صدر ديال لاداند وعاد كنقطعو باش نقطعو بالقياس اللي بغيت انا. بعض الاحيان ملي كناخذو بروشيت من عند المركز التجاري اولا المحل كيكونوا يا اما مقطعين رقاق بزاف يا اما غلاط بزاف، هادشي علاش رتائت انني نقطعهم بوحديتي بالشكل اللي بغيت انا. صافي كنمشي بهذا الشكل هذا. ممكن تستعملي كيلو نص كيلو القياس اللي عندك، ماشي ضروري انك تستعملي الحجم اللي عندي انا. كيجيو هائلين البنات، على فكره انا كنخاطب بنات وولاد، كيجيو هائلين سيغتو في هاد فصل الصيف هذا. يعني الانسان صعيب انه يبقى يعمل كل مره طواجن ولا مرقه ولا هادي، كيجيو هادو خفافين مع شي سلطه وعصير. يعني كنحاولوا اننا نفرقوا الافكار بيناتنا ونستافدوا من بعضنا البعض. غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نقطع هاد السطور ديال لاداند كامل اللي عندي، ونرجع لكم احبابي في الله.
صافي كنكمل بهذا الشكل هذا، كنقطع البروشيت ديالي كامل بنفس الطريقه كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. من طبيعه الحال مع انا كاينه غير انا والزوج ديالي، ما غاديش نستعمله كامل، غادي نستعمل غير النصف ديالو، والنصف الاخر نخليه مثلا غدا ان شاء الله. صافي ولكن كله غنعمل له التتبيله. غادي ناخذو غنعملو عندي هنايا في هذا الاناء، نعملو في هذا الاناء بهذا الشكل هذا. كتلاحظوا معايا انا عملتو في هذا الاناء زجاجي، ودابا غادي نبدا نعمل عليه التتبيله. هي تتبيله سهله وكتجي في نفس الوقت بنينه بلا قياس. اول حاجه انا ما بغيتش نقطع لكم الفيديو باش انكم تشوفوا معايا المراحل كيفاش كندير. اول حاجه غادي ناخذ هذا الحشوه. قبل من هذا الشيء غادي نمسح هذا المكان ديال العمل اللي كنخدم فيه. غناخذ هذا الهشواق كيف ما كتشوفوا معايا، الا عندكم استعملوه، الا ما عندكمش يعني قطعوا البصل ديالكم عادي، هو القزبر ومعدنوس. غادي نستعمل كيف كتلاحظوا معايا هاد تقريبا نصف بصله كبيره. من طبيعه الحال غادي نقشرها كيف كتشوفوا معايا. نقشرها هنا. بعد ما كنقي هاد البصله كناخدها كنقسمها بهذا الشكل هذا على أربعة. كنعملها كيف ما هي. بالنسبه للناس اللي عندهم الهشوه، الا ما عندكش الهشوه ممكن تقطعها عادي بالموس فوق، يعني فوق هاد الخشبه بحال هكا، وتقطعها رقيقه رقيقه جدا. يعني البصله اللي بغينا نحصلوا عليها تكون رقيقه بزاف، قطعها رقيقه بزاف. انا كنت بغيت نعمل معها القزبر ومعدنوس، ولكن غادي نقطع البصله بوحديها وعاد نقطع القزبر ومعدنوس بوحديتو. احبابي بعد ما عملت البصل في الهشوار ورجعته بهذا الشكل مقطع رقيق بزاف، صافي. غير هو عندي لكم واحد النصيحه، الا بغيتو ها نتوما شوفوا النتيجه. الا معكم شي حد في الدار عطوه هو اللي قطع لكم البصل، ولو كنا تعملوها في الهشوار ما تنقيوش نتوما لانكم غادي تبكيو. صافي هذا ما كان. دابا غادي نكملوا الخدمه. البصل انا ربما جاني كثير بزاف بزاف، ما غاديش نعملو كامل، غنعمل القياس اللي انا محتاجه فيه فقط، القياس اللي غادي، حيت انا هنايا عملت تقريبا واحد نصف بصله كبيره نقولو. غادي نعمل ثلاثه الملاعق كبار، ثلاثه الملاعق كبار فقط، ما غاديش نزيد نضيف هذه الكميه هذه لانها بزاف. صافي غندوز دابا باش نقطع القزبر والمعدنوس كذلك. دابا غادي ناخذ القزبر والمعدنوس، حتى هو غادي نقطعو رقيق، ماشي حتى يعني يتطحل لواحد الدرجه كثيره بزاف، ولكن يبقى باين ليا دوك الحبيبات ديال القزبر والمعدنوس يبقاو باينين. غسلتهم مزيان بطبيعه الحال. ما هاد الهشواغ بصراحه كتوفر عليا داك التقطع اللي عاد نبقى كنقطع، ولا هذا تتوفر عليا يعني داك الشيء بالزربه وصافي.
صافي بسم الله. غادي نرجع للإناء ديالي، طبيعة الحال غنزول هذا الشيء اللي في الجوانب. غادي نستخدم ايدي من طبيعة الحال. صافي، وغنجي لهنا غادي نعمل هذا الشيء اللي كاين هنا بالضبط. انا نقول لكم شحال غتجيني ديال القزبر معدنوس. غتجيكم 3 الملاعق كبار ديال القزبر ومعدنوس، يكون مخلط قزبر ومعدنوس 3 الملاعق كبار بالضبط. هذا غادي نخليه حتى الاخر. صافي غنستغنى على هاد لاطابل هادي وغنبدا نخدم في هادي. بالنسبه لهاد البصل اللي بقى عندي هنايا في هاد لاسيط هادي، هذا غادي نخليه لان اللي كيبغي ياكل منه كياكل منه وصافي. هذا ما كان كاين اللي كيبغي البصل بحال هكا مع لاداند يكون بوحديتو يعني بلا شرموله بلا والو. دابا غادي نبداو في تحضير الشرموله ديالنا. نبعد هادي هنا، نسل هادي قدامي هنا على بركه الله. كيف كتلاحظوا معايا هنا عندي هنايا الزعتر، واحد المعلقه صغيره. غادي ناخذ الزعتر بحال هكا وغنبدا نحكم غير مع اليد بهذا الشكل. هذا كيجي المذاق ديالو هائل في لاداند. ممكن تستعملوا الزعتر ولا زعيتره اللي عندكم. عندي واحد الملعقة صغيرة ديال الهريسة. هاد الهريسة كتبقى على حسب الذوق، هي والفلفل الحار. غادي نستعمل كذلك واحد المعلقة صغيرة ديال الهريسة. بما ان عندي هنايا كيلو غادي نستعمل معلقة كبيرة، ولا استعملتو نص كيلو غتستعملو معلقة صغيرة فقط. صافي غادي نستعمل كذلك واحد يعني غنقول لكم واحد بالضبط ملعقه صغيره توم بودر. الا ما عندكمش استغناو عليها وعملوا جوج فصوص ديال التوم محكوك. هاد التوم راه كيكون مجهد الاستعمال ديالو شويه، حيت سبق لي استعملته في واحد الشهيوات وكيكون مجهد بلا قياس. غادي نستعمل كذلك معلقة صغيرة سكينجبير. راز المعلقة صغيرة أو نص معلقة صغيرة ديال قزبر حبوب مدقوق، كيجي هائل كيف قلت لكم في المذاق. راز المعلقه صغيره ديال الابزار الاسود. نص معلقه صغيره خرقوم بلدي. معلقه صغيره ديال الكمون، اللي ما بغاش ممكن يستغنى عليه. وكذلك غادي نعمل الفلفل او لا الفلفل الاحمر الحلو او لا البابريكا. غنعمل معلقة يعني ملعقة متوسطة، جوج معالق صغار بالضبط.
ملعقه متوسطه هي جوج معالق صغار. غنستعمل الملح كيف قلت لكم في الاول، غنستعمل واحد ملعقه صغيره، انا غنخدم غير بيدي باش كناخذ العبار بالضبط ديال الملح ديالي. يعني غتجيكم هي هذيك معلقه صغيره مع مرش ديال الملح. جوج معالق كبار زيت زيتون، جوج معالق كبار هذا عندي زيت زيتون، والاول اللي عملت زيت نباتي، جوج معالق كبار زيت نباتي وجوج معالق كبار زيت زيتون. وغادي نعمل واحد المعلقه اللي غير صغيره، ما نكثرش بزاف، معلقه صغيره اللي تكون خل ابيض. بالنسبه للليمون الحامض اولا للمطارد كنخليهم هما اخر حاجه. غادي ناخد لموطارد وغادي نعمل بالضبط معلقه كبيره، كيجي هائل مع هاد التوابل اللي عملت انا. عملوا بالضبط ملعقه كبيره، ما تزيدوش اكثر باش ما كيخليناش لدان كيجي مرخي بلا قياس. ملعقه كبيره فقط، سواء عملتو كيلو نص كيلو معلقه كبيره فقط، اولا جوج معلقات صغار، عبروا بمعلقه صغيره دير جوج معلقات صغار. وغادي نعمل من طبيعه الحال الليمون الحامض حتى هو كيجي مزيان كيف كنعرفوا الجميع. غادي نعمل بالضبط واحد المعلقه كبيره ديال عصير الليمون الحامض. من طبيعه الحال طاحوا لكم هنايا شي عديمات زولوهم ما تخليهمش باش ما كيطلقوناش ديك المروره. هاد الخليط هذا اللي بغات تخلطو بيديها تخلطو، اللي بغات تخلطو بملعقه خشبيه ممكن عادي. صافي احبابي، من بعد ما عملت هاد التتبيله كامله كيف قلت لكم كتجي تتبيله خطيره جدا، كتجي هائله زوينه بزاف بزاف، غير جربوها وردوا عليا الخبر. انا هاد التتبيله هادي كنزيد كنضيف عليها هنايا عندي واحد الكنور ديال الدجاج، كنضيف منها غير واحد شويه قد هاد الحجم هذا القياس هذا، شويه كنضيف وكنفرتو عليها من الفوق حتى هو كيعطيني واحد النكهه جميله بزاف، وكيدوب وسط هاد الزيت وهاد الشيء اللي كنخلط بهاد الشكل هذا. غادي نخلط هاد التتبيله بهاد الشكل كيف كتلاحظوا معايا، غير شويه بشويه يعني من الاسفل للفوق. هادي راه واحد التتبيله زعما اللي كي غنقول لكم تتبيله بالنفس، هادي الشرمولات بصح زوينه بزاف بزاف بلا قياس، وكتجي هائله حتى في يعني في البروشيت ديال اللحم، غير اللحم ما كنعملش فيه انا لا موطارد، نقدر نعملو معكم شي نهار. صافي غادي نحرك مزيان مزيان وغنرجع لكم احبابي. بعد ما كنضيف الشرموله ديالي هنايا كنضيفها كنحرك جيدا باش كتوصل ديك الشرموله كامله لهاد الطريفات ديال لادانت. من بعد غادي نخليه انا المده ديال يعني 20 دقيقه لانني مزروبه به، باغا يعني باغا نطيبو. بالنسبه ليكم نتوما اللي بغات توجدوا مثلا في الغداء يفضل انها تستخدم له هاد التوابل اللي وريت لكم انا، تستخدمهم بالليل يعني تشريه بحال ليله اليوم تخدمهم بالليل وتعملوا واحد الكيس كيس بلاستيكي من الفوق وتخليه الغد لين كتخدم به كيجي هشيش بزاف بزاف، كيولي كيدوب في الفم بحال الزبده. اللي غتخدم به يعني في نفس النهار تخليه المده ديال 4 ديال السوايع، يعني تخدمه مع الصباح في الوقيته ديال الفطور تخليه 4 السوايع عاد تخدمه للغدا. اما اللي مزروبه فحالي انايا وخدمات دابا وخصها تنزلو دابا، تخليه على الاقل واحد 20 دقيقه اي ثلث ساعه، ومن بعد غادي نبدا نعملو في السفافد وغادي نوري لكم الطريقه المواليه، لانني انا ما غاديش نطيبو يعني في الشوايه كهربائيه وانما غادي نطيبو على الفاخر. خليكم معايا احبابي. فهاد الاثناء هذه اللي نزلت انايا لدند واحد ثلث ساعه بعد ما يشرب لي هذيك الشرميله،
قلت علاش لا نعمل واحد السلطه اللي هي عاديه، سلطه اللي كيعرفوها جميع المغاربه. غادي نعمل فيها الطوماطه، نعمل فيها الخيار، وكذلك غنعمل فيها شويه من هذاك البصل اللي شاتلي من لاداند، وكذلك غنقطع مازال واحد شويه ديال القزبر مع الدنوس. تابعوني. انا هاد الطوماطه ما غاديش نزولها القشر ديالها، ملي كنعملها بالقشر كتعطي واحد النكهه اخرى خاصه. خلاص كون كان عندي الطوماط سوغيس كيجي حتى هو هائل، يعني احسن من هاد الماطيشه اللي كتكون كبيره. غادي ناخذ الطوماط هو الاول، وغادي نبقى نزول له هاد البلاصه اللي كتكون عنده هذيك هادي، غادي نزولها فقط، وغادي نقسمها على زوج بهذا الشكل هذا. هذا الشكل، ونجي نزولها الزريعه اللي كتكون فيها الوسط، خصهاش تبقى باش ما كتعطيناش هذيك النكهه ديال الحموضه. هانتوما كيف كتشوفوا معايا كنزول هاد اللب ديالها، غنزولها الطوماط كامله ونرجع نتلاقى معكم باش نقول لكم شنو غنعملوا. قطعت الطوماط بهذا الشكل هذا وزولت لها ديك الزريعه ديالها، غادي ناخذها بهذا الشكل كنقسمها على جوج، كنعاود يعني اللي جبرت مازال فيها الزريعه كنزيد نزولها، غادي نعاود نقسمها بحال هكا صافي، وكنقطعها طريفات صغار ولا كبار على حسب داكشي اللي بغيت. كنخليها بالقشور ديالها كيف قلت لكم كتجي فيها واحد النكهه اخرى، ملي كنزولوا لها القشور ما كنستافدوش منهم، هما هذا القشر ديال الطوماط فيه واحد الفائده كبيره اللي حنا ما يعني بزاف اللي ما عارفينهاش. شفتوا غادي نمشي على هذه الطريقه هذه حتى نكمل الطوماط كامل اللي عندي باش نبدا نعمل له حتى هو التتبيله ديالي. انا هذاكشي اللي غادي داكشي اللي غادي نتغداو به اليوم انا كنشاركو معكم الاحباب، وهذا هو القرار ديالي، اي حاجه عملتها نشاركها معكم ان شاء الله باذن الله. اللي قبلوا علينا ومرحبا بكم. صافي غنكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الطوماط كامل اللي عندي ونتلاقى. بعد ما كملت الطوماط بهذا الشكل هذا قطعتها، يعني قطعتها هكذا التريفات اولا مكعبات بالقشر ديالها. غادي ناخذ هنايا هاد الخياره هادي، غادي نزولها حتى هي هاد الرؤوس هادي اللي فيها، غادي من طبيعه الحال نقشرها، انا كنستعمل غير السكين فقط. المهم انا غادي نقشرها، وغادي ضروري حتى هي غنزولها الزريعه. كاين اللي كيخلي الخيار ملي كيبغي يستعملوه في السلطه كاين اللي كيخلي له داك اللب ديالو، كاين اللي كيزولو، انا يعني شخصيا كنزولو لان فيه واحد النكهه حتى هو ديال الحموضه ما كتعجبنيش في وسط السلطه. هاد السلطه هذه كيف ما ممكن لكم انكم تعملوا فيها الخيار والطوماط والبصل كيف ما غنعمل انا، كيف يمكن لكم انكم تضيفوا لها حتى يعني البر ومشلط، حتى هو كنت كنعملو فيها، دابا ما عنديش، كنضيفوا لها البر ومشلط، وممكن تضيفوا لها حتى طريفات ديال الفلفل اللي كيكون مشوي فوق البوطه، حتى هو كيجي معها هائل. صافي غادي نقسمها هكذا على جوج، غنعاود نقسمها بهذا الشكل هذا، وغنزول لها هذا اللب هذا اللي فيها الوسط. صافي، وغادي نقطعها حتى هي مكعبات اللي يكونوا بهذا الحجم هذا. صافي كلها غادي نعملها بهذا الحجم هذا، يعني مكعبات بهذا الشكل، وغنضيفها هنايا. وقبل من هذا الشيء غادي نضيف واحد الملعقه كبيره ديال البصل اللي كان شاطلي من لاداند، البصل اللي عملت في لاداند انا من واحد الملعقه كبيره، حتى هاد السلطه كتجي هائله، يعني كتبرد القلب. ها
هذه اكله صيفيه يعني سلطه بروشيت وعصير، راها كتجي هائله ما نحتاجش نقول لكم كل مره جربوها، فقط اذا جربتوها اكيد انها غتعجبكم، خفيفه وحسن من المرق. صافي انا ضفت البصل وكذلك غادي نضيف حتى الخيار بعد ما غادي نقطعو كامل، ومن بعد غنوري لكم التتبيله ديال هاد السلطه حتى هي، وغنمر معكم باش غنحضروا العصير ديالنا. انتم احبابي بعد ما قطعت السلطه بهذا الشكل هذا، سواء الطوماط او البصل والخيار، عملت عليهم كذلك واحد المعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس. دابا غادي نعمل التتبيله. التتبيله كنعمل فيها يعني غنقولوا واحد المعلقه كبيره مخلطه ما بين زيت نباتي وزيت زيتون، يعني معلقه صغيره زيت نباتي معلقه صغيره زيت زيتون. انا غنخدمها دابا نيس قدامكم بهذا الشكل، ها هي معلقه صغيره زيت نباتي بسم الله، ومعلقه صغيره زيت زيتون. كذلك غادي نضيف ليها واحد ما نقولوش معلقه صغيره ديال الخل الابيض، ولكن نقول لكم بضع قطرات. انا غادي نبرهم هنا نيت، واحد نص معلقه صغيره ديال الخل الابيض. صافي نص معلقه صغيره. كذلك غادي نعمل الملح حسب الذوق اللي غادي تجيكم بالضبط. نصف معلقه صغيره ديال الملح، انا كنعمل بيدي باش كناخد يعني العبار هو هذا كيكون مضبوط. راس معلقه صغيره ديال الابزار الاسود او الابيض يعني اللي عندكم متوفر بهذا الشكل هذا، و واحد المعلقه معلقه صغيره ما عامراش ديال الكمون. انا كيعجبني في السلطه الكمون الصراحه، كامل كنضيفو المأكولات ديالي كاملة كيعجبني بلا قياس. صافي وكنخلط هاد المكونات هادي مع بعضها، ممكن نخلطها دابا ممكن انني ندخلها التلاجة نخليها تبرد حتى كيوجدو لي البروشيت، وعاد كنخرجها ونخلط. كما هو ممكن انني ندخلها بلا ما نعملها لا تتبيلة لا والو حتى تبرد ونخرجها وعاد نتبلها. انا فقط حبيت نوريكم التتبيلة ديالي كيف دايرة. هاد السلطه كتجي هائله، كتجي زوينه بزاف بزاف، بسيطه ما فيهاش مكونات كتار، يعني مكونات قلالين. الخيار اكيد موجود، الطوماط كذلك، البصل راه متواجد في كل بيت، قزبر ومعدنوس، وكذلك شويه ملحه بزار، ملح وزيت الزيتون والخل فقط، ما غاديش تحتاجوا شي مكونات اللي هما ما متوفرينش. صافي صافي انا غادي نحركها بهذا الشكل هذا، غادي نخليها بهذه الطريقه هذه. غادي نعملها واحد البلاستيك غذائي نغطيها ونعملها في الثلاجه تبرد، وندوزو باش كيف ما قلت لكم نوجدوا العصير ديالنا. بالنسبه لهذا العصير هذا كيف قلت لكم غادي نستعمل فيه ان شاء الله باذن الله، عندي بالضبط كي غنوري لكم هنايا، عندي جوج برتقالات ها هما غسلتهم مزيان مزيان، جوج برتقالات يعني سواء عندكم التشين ديال الماكله ولا العصير اللي كاين، يا اما برتقاله وحده كبيره ولا جوج صغار. جوج برتقالات، تفاحه واحده تكون صغيره، خوخه واحده، جوج ديال المشمشات عندي هنايا هما معسلين، وعندي فرماجه. الا ما عندكش الفرماج ممكن ان تبدليه بياغورت طبيعي تعملي معلقه كبيره. كيس سكر فانيلا، وغادي نحتاج كذلك واحد جوج المعالق كبار ديال السكر سنيده. وهنايا عندي هاد اللينغاس اللي ديجا كنت مجمده اللي هو الاجاس، وعندي هنايا واحد الموزه واحده حتى هي كانت في المجمد، ومن طبيعه الحال غنحتاج واحد جوج ملاعق كبار ديال السيترونات وايترو ديال الماء. تبعوا معايا احبابي هاد العصير كيجي هائل، كيجي زوين بزاف بزاف. اول حاجه غادي ناخذ هاد التشين هذا، غادي ننقيه وغنزول له هذاك اللب ديالو، كذلك غنزول له دوك العظام اللي كيكونوا فيه الداخل، وغنضيفوه هنايا في الكاس. من بعد غادي نقطع هذا التفاح غنخليه بالقشر ديالو، غنزول له اللب ديالو لداخل، كذلك غنعملوه هنايا في المولينيكس ونزيد عليه الموز والاجاز. كذلك الخوخ غنزول لها اللب ديالها ونخليها بالقشر ديالها. وهانتوما معايا احبابي، لاحظوني اشنو غادي نعمل.
غادي نبدا بعدا كيف قلت لكم غادي ننقي هاد التشين هذا. طريقه جد سهله، فقط كندور عليها كامله هكا. كنبدا نقشرها انا هاد التشين هذا اللي عندي كيف كتلاحظوا معايا ديال العصير. صافي غادي نزولوا القشور بهاد الطريقه هذه. ها انتم كتلاحظوا معايا ديال العصير فيه الماء بزاف وما كيكونوش فيه داك العظام. غنكمل بهاد الطريقه، نزولوا القشر ديالو ونعملوا في الكاس ونكملوا العصير ديالنا. بعد ما قطعت التشين ضفته هنايا في المولينيكس. دابا غادي نضيف هذوك القطع ديال التفاح بعد ما زولت ليهم اللب ديالهم، غادي نضيفهم هنايا بالقشر ديالهم. كذلك غادي نضيف هذيك الحبه الموز اللي عندي. الا عندكم نتوما موزه يعني باقا طريه عاديه ما تكونش في المجمد عملوها. غادي نضيف كذلك هذوك الحبات ديال الاجاص اللي كانوا عندي حتى هما في المجمد، الا ما عندكمش ممكن تستغناو عليه. غنضيف كذلك هذوك جوج الحبات اللي عندي ديال المشمش، ها هما ضفت جوج حبات. الا عندكم غير حبه واحده ممكن تضيفوه، كيجي حتى هو المذاق ديالو هائل. وغادي نضيف هذيك الحبه ديال الخوخ بالقشر ديالها. هذوك القشر ديالها كيعطي واحد واحد المنظر جميل في العصير، وكذلك يعطي واحد النكهه اللي هي جميله. كلهم هاد الفواكه موجودين دابا، هذه الفتره ديالهم فهاد الصيف دابا موجودين كاينين وكيجيو في العصائر هائلين. سيرتو هاد الفواكه اللي عطيتكم كيتواتاو مع بعضهم في العصير. صافي هادي كنقطع يعني تقطع عشوائي عادي، ماشي كنا كيلاش غنبقاو كنزوقو. من بعد غادي نضيف هذيك الفرماجه اللي عندي كيف قلت لكم في الاول. الا ما عندكمش ممكن تضيفوا واحد معلقه كبيره ياغورت، ولا ما عندكم لا ياغورت لا فرماج ممكن انك تستغناو عليه، غير هو كيعطي واحد النكهه جميله حتى هو. كل حاجه كنضيفوها في هذا العصير كتعطي النكهه ديالها الخاصه. غادي نضيف واحد الكيس ديال السكر فانيلا، هذا ضروري ما يمكنش نستغناو عليه في العصير. غنجي في الاخر وغادي نضيف من هاد السيترونات اللي كنت ديجا وجدته معاكم. ها هو غادي نضيف جوج الملاعق كبار من السيترونات، كيعطينا واحد المذاق محمض زوين في العصير. صافي فقط جوج الملاعق كبار. من بعد غادي نضيف الماء القياس ديال ايترو، نضيفه في الجنب احسن يكون ايترو بالضبط باش ما يجيناش غير الماء بوحديته. صافي ايترو بالضبط. وغادي نضيف اخر حاجه اللي هي جوج المعالق كبار ديال السكر سنيده او السكر الخشن، كيبقى على حسب الذوق. غنضيف جوج المعالق كبار ونص كل واحد والذوق ديالو. صافي غادي نطحن هاد المكونات عندي هنايا. هانتوما كيف كتشوفوا معايا في الاخر ملي كتوجدوه ضروري كتاخذوا واحد الملعقه وكتذوقوا القياس ديالكم ديال السكر. انا موالفه كندير جوج المعالق ونص كبار، كيجيني هو هذاك. بسم الله كيف قلت لكم عبار وعصير هائل هائل، خاصو غير يدخل الثلاجه يبرد وكيولي كيزيد في يعني ما عرفتش نقول لكم كيولي لذيذ اكثر من القياس.
دابا غادي ندخل العصير ديالي الثلاجه، غنعملو في واحد الكاس كبير وندخلو الثلاجه يبرد مع السلطه، وغادي ندوزو نوريكم البروشيط، غادي نبداو نجهدوه مع بعضيتنا باش نوريكم الطبق الاخير كيفاش كيكون. خليكم معايا هانتوما احبابي. بعد ما خليت هاد لاداند هذا المده ديال 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، ها هو شرب مزيان هذوك التوابل. بالنسبه لديك الفلفل اللي شفتوها عندي، هذه راه مزيوده عندي هنايا كبيره يعني حاره، غادي نزول لها هاد الراس ديالها هنايا، غادي نقطعها بهذا الشكل هذا ونزول لها هاد اللب هذا، نزول هاد الزريعه ضروري انها ما تبقاش. ولا عندكم فلفل يعني حلو ممكن انكم تضيفوا الفلفل الحلو، انا ما غاديش نضيفه على الخليط، وانما غادي نستغلو غادي نعملو في هذا في البروشيت ديالي. انا غنوريكم طريقتي بحال هكا، انا غادي نعمل القياس اللي غادي يكفى. ناخذ البروشيت ديالي هادو، نقول لهم بروشيت سفافد اللي حبيتو، غادي نعمل الاولى هنايا بهذا الشكل هذا، ونبدا كنعمر البروشيت اللي عندي بشي بهذا الشكل. ممكن تعملوا اي حاجه عندكم من الخضر، فلفل تعملوا يعني اللي عندكم، فلفل ولا القرعه ولا طيفه من البصل ولا كذلك طريفات من الطوماط، داكشي اللي عندكم ضيفوه. صافي نعمر بهذه الطريقه هذه، انا ما عملتش الليغو ما كيعجبونيش. صافي غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نعمر البروشيت ديالي كاملين، غنديهم يطيبوا فوق المجمر ونتلاقاو باش تشوفوا كيفاش حصلت عليهم بواحد التتبيله جد جد رائعه، وكذلك نشوفوا السلطه اللي وجدنا مع بعضنا والعصير. خليكم معايا احبابي. احبابي في الله، بعد ما وجدت لي الماكله ديالي كنكمل البروشيت ديالي بهذا الشكل هذا. عملت في لاسيت ديالي ديك شويه القزبر معدنوس اللي بقى عندي زينت بيه، عملته فرشته لتحت. ها البروشيت ديالي واجدين محمرين على حقهم طريقهم صابين. عملت هنايا زينت بهذيك الطريفات ديال الطماطم حيت ما عنديش طوماط سوريز، نزلت معها واحد شويه ديال الكيتشوب. وهذه السلطه ديالنا ها هي، بعد ما كتبرد كتولي هائله جميله كيف ما شفتوها هي اللي وجدتها معكم. ها هي كتجي مزيونه بزاف، وديك البصيله اللي كانت بقات هنايا في الطبسيل ها هي كنزلها مع البروشيت. هذا العصير ديالنا كيجي بهذا الشكل هذا، انا غادي نكب قدامكم هنايا بسم الله، كيجي خاتر. ها انتم كيف كتشوفوا كيجي خاطر وجميل بزاف بزاف، حتى هو دخلته حتى برد. كيجي زوين بزاف. وهذه المائده ديالي ديال تقدروا تسميوها المائده ديال الغداء العشاء اللي حبيتو. كنقول لكم شهيه طيبه بصحه وراحه، وحاولوا تجربوا هاد السلطه ولا هاد البروشيت ولا هاد العصير، كيجيو هائلين سيرتو في هاد فصل الصيف، كيجيو خفاف ولذات بزاف بزاف. ما تنسوش تدعموا القناه ديالي بلي لايك، وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وتشتركوا في قناتي قناه نبيلة استريلا. وكنقول لكم مرحبا والف الف مرحبا وشهيه طيبه، دمتم بخير والى اللقاء.